هنا بحب استخدم في الشوربه المكرونه الصغيره علشان تبقى سهله كده في المعلقه تطلع معانا بكل سهوله. فهنحتاج كيس مكرونه، هنحتاج كمان كوبايه ونص من الجزر اللي متقطع مكعبات صغيره، عود كرفس فرنساوي لو متاح هنقطعه قطع صغيره، 3 فصوص من الثوم المفروم، 2 طماطم متقطعه مكعبات صغيره ومستغنيين عن الميه اللي بتبقى جواها والبذور، كمان عندي مكعب زبده، معلقتين زيت، 5 كوبايات من الشوربه، وملح وفلفل اسود وبس. دي كده المقادير والنتيجه بتبقى خطيره. لو انت عايزاها تبقى الشوربه بتاعتها حمراء فتقدري تزودي معلقه من الصلصه لو انت حابه. فتعالوا بينا بقى، عندنا الحل على النار، هاخد الزبده واخد المكرونه. محتاجه هنا ان انا ادي، مش هقول تحميره واخلي المكرونه لونها احمر جامد، لا هخلي المكرونه كده لونها ذهبي فاتح جدا. فهحط شويه زيت صغيرين وعليهم بقى مكعبين الزبده ونشوح المكرونه. نعلي بقى النار ونزل المكرونه ونبتدي بقى نقلبها على النار لغايه زي ما قلت لكم كده ما تاخد معانا لون اللي هو الذهبي الفاتح او البيج. منها ان انا هحافظ على لون الشوربه واضحه معايا، ما تبقاش المكرونه غامقه، وكمان ان انا هحافظ على قوام المكرونه نفسها ان هي ما تعجنش. انا لو حطيت المكرونه من غير تحمير تسخينه والتانيه هتلاقي المكرونه بقى فرطت منك ويعني كبرت قوي وتشربت الشوربه والموضوع هيبقى مش لطيف. فخلينا نشوحها التشويحه دي علشان تحافظ كده على قوامها في الشوربه. المكرونه اخدت لون ذهبي بس زاد مننا شويه عشان الوقت بتاع الفاصل. هبتدي احط بقى عليها التوم، فصين من التوم كده، نبتدي نشوحهم. كمان عندي كرفس، عايزه اقول لكم الكرفس بيدي ريحه للشوربه بجد خطيره. هنقلب تقليبه كده لغايه ما نبتدي نشم الروائح الحلوه دي. بعد كده هننزل بالجزر. هنا بقى لو انت عايزه تضيفي اي نوع تاني من الخضار كمان براحتك، يعني عايز تحطي بسله، عايز تحطي ذره حلوه، عايز تحطي اي حاجه فزي الفل. هقلب كويس، اهم حاجه هنا الجزر يكون متقطع مكعبات صغيره جدا عشان يلحق ياخد وقت التسويه بتاعه المكرونه. وفي كل الاحوال احنا بنبقى محتاجين ان الخضار ما يبقاش مهري، يعني يبقى كده في قرشه كده بيبقى لطيف جدا. هنزل بقى اخيرا الطماطم، زي ما قلت لكم لو انتوا حابين ان كنتوا تضيفوا معلقه صلصه عشان تخلوا لون الشوربه محمر شويه برضو بتبقى لطيفه جدا، دخلوا لي معلقه صلصه يا جماعه. هجيب بس الغطا، بسم الله الرحمن الرحيم. ونغطي شويه صغيرين كده على الشوربه بتاعتنا، لسه ما حطيناش ملح، لسه ما حطيناش فلفل، هغطي عليها بس واسيبها كده ايه شويه صغيرين بحيث ان الطماطم اللي موجوده دي تبتدي تتسبك، الجزر يبتدي كده يدخل في التسويه قبل ما ابتدي اضيف الشوربه بتاعتنا اللي احنا هنسوي فيها بقى المكرونه. كده خلاص انا محتاج احط الشوربه بقى علشان تبتدي المكرونه تستوي فيها، وهضيف لها بس شويه من الفلفل الاسود، كمان الملح، ان شاء الله. نفضي بقى الشوربه، نعلي بقى النار خالص. الشوربه زي لسان العصفور، انا ما بحبش احطها على النار كتير، مجرد ان هي تغلي تمام وتغلي كويس جدا، واتاكد ان هي غليت تمام كده دقيقتين ثلاثه، بغطي عليها واطفي عليها، اغطي واطفي، وبعدين اسيبها 5 دقايق وابتدي اغرفها، بتكون خلاص استوت والدنيا زي الفل تمام.
ده بيخليني كمان احافظ على المكرونه وعلى كميه الشوربه اللي موجوده، ان المكرونه ما تشربش الشوربه بشكل كبير، ما يحصلش بخر كمان للشوربه، فبتفضل الشوربه زي ما هي، المكرونه بتستوي في نفس الوقت ما تشربش الشوربه بكميه كبيره وتكبر قوي وتتهري بعد كده اثناء التسخين. كل دي حاجات بتخلي كمان بتسرع معانا احنا ان احنا نطفي عليها او نشيلها عشان نعمل حاجه غيرها، فيا دوبك لسان عصفور، يا دوبك الشوربه بتاعت المكرونه يا دوبك تغلي بنشيل على طول ونسيبها متغطيه 5 دقائق، هتلاقيها استوت بدون ما تكون على النار. ده بيوفر غاز، بيوفر لي مساحه ان انا احط حاجه تانية على البوتاجاز لو انا محتاجه عين البوتاجاز مثلا. فمن الحاجات اللي اتعلمناها من زمان وحلوه جدا جدا ان هي بتيسر علينا الموضوع، وبتخلي كمان نتيجه لسان العصفور والمكرونه نتيجه حلوه قوي قوي، غير لما تفضل على النار لغايه ما تستوي. تمام، تعالوا بينا ننزل لها بس معلقه الصلصه والمقادير بتاعتها معانا على الهوا. معلقه صلصه صغيره بس هتدينا بقى ايه لون لطيف كده للشوربه كده. المفروض ان انا اطفي عليها بقى علشان اسيبها 5 دقائق بالظبط هتلاقيها استوت خلاص. بس انا بصراحه بقى يعني انا هغرفها على طول لان ما عندناش وقت نستنى عليها كمان 5 دقائق، فتعالوا بينا ناخدها ونروح على الاطباق علشان نغرفها. هي كده دخلت في التسويه كل حاجه، فاضل لها تركيه بسيطه كده فاحنا مضطرين نغرفها. عايزه اقول لكم بقى ان هي اكله لذيذه جدا هتعجبكم قوي، يعني عشاق المكرونه كتير، فدي كده جنب الكفته هتبقى حكايه. الشوربه اللي فيها بيبقى طعمها لذيذ قوي، بتساعد بقى ان المكرونه ايه تتبلع اوام اوام كده، فبتبقى لذيذه جدا وبتدفي قوي في الشتاء. ان شاء الله تعملوها وتعجبكم. ميكس النكهات اللي فيها من فصين الثوم للكرفس، كل ده بيديها طعم حلو قوي قوي. نبدل لو ملاحظين ان معلقه الصلصه مش معلقه كبيره، يعني مش عاملينها طبيخ بس بتدي كده ايه لون لطيف قوي ليها.